اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. طبعا عارفين مع حضراتكم ان احنا ما زلنا في اجازه العيد، كل سنه وانتم طيبين، ودوري ان انا اكون سند ليكي في المطبخ واديكي افكار حلوه بسيطه وسهله. وخارجين من العيد وخارجين من الشهر الكريم رمضان، اكيد برضو صرفنا كتير واكلنا كتير وحلويات كتيره، فتعالوا النهارده نخلينا في الخفيف، بس كونوا حريصين ان احنا عايزين عناصر غذائيه بيحتاجها الجسم وحسب الاعمار وحسب السن والحاجات دي كلها. معانا النهارده كمان مجانج او نجانج او سوسيز او هوت دوج، دي المسميات بتاعته. هعمل فطيره حلوه النهارده عشان الاطفال الحلوين، حاجه كده بنت عم البيتزا اللي بيحب البيتزا، يعني التركيبه نفس تركيبه البيتزا والخضار وكل حاجه، ولكن الشكل هيكون مختلف. هنقدمها لحضراتكم النهارده وفيها عناصر غذائيه من الكالسيوم والمعادن والبروتين، يعني وجبه متكامله. تفاصيل كتيره في الحلقه بتاعتي، انا مش عايز طبعا اخد من الوقت علشان عايز اقدمها لحضراتكم النهارده لانها بسيطه وسهله وفي متناول الجميع. هي كل القصه بتعتمد على الخبره الطهويه، ازاي ان انا عندي من المكونات اللي في موجوده في المطبخ اقدم شكل جديد. ايه اللي انت طلعته من الفرن ده يا شيف؟ المخرج بيسالني ايه، انت عامل حاجه من ورانا؟ انا حاطط قالب في الفرن بسخنه علشان اعمل الفطيره فيه. هنطلع فاصل صغير واقول لحضراتكم انا سخنت القالب ده ليه علشان نعمل فيه فطيره حلوه جدا بالمجانج. طلعنا القالب من الفرن بالصينيه بتاعته، انا هدفي ان هو يسخن لان انا عامل فطيره، والفطيره دي لازم تنزل على طاسه سخنه او على جريلا سخنه او على قالب سخن زي اللي معايا ده كده. حلو الكلام؟ تعالوا نعمل الفطيره مع بعض سريعا. معانا بوله زي دي كده، وتعالوا نعملها مع بعض كده سريعا اهو، وهي هنا وكل حاجه تتحط هنا. الخضار المشكل اهو، المقادير على الشاشه استاذه رحاب، نجانج اللي هي السوسيز او الهوت دوج، فلفله ملونه، بصله ناعمه، فص ثوم، وكعبين من الزبده، شويه جبنه، شويه زيتون، هي دي كل المقادير، ومعلقتين دقيق. المقادير على الشاشه، احط النجانج هنا جنبيها، ايه رايك؟ يلا نشوف المقادير. المقادير اهي، مقادير لطيفة في متناول الجميع. النجانج دي الأطفال بيحبوها، أهي، ومعايا فلفلة ملونة زي الفل. يلا الصورة الحلوة تتحدث عن نفسها، قولوا لي اشتغل هشتغل. حلو الكلام؟ يلا المقادير على الشاشة، نجانج، فلفلة ملونة، بصلة ناعمة، فص ثوم حلو، مكعبين من الزبدة، جبنة موزاريلا، وزيتون. كل دول مع بعض يا شيف، ما تنسوش حاجة البيض. يا نعم. حلو، تعالوا مع بعض نشتغل في الفطيره دي لان عايز اعمل الفطيره دي بمزاج. حلو الكلام، الخرشوف في النار خلاص اهو، البيض ينزل هنا كده. بس انا هعلمك حاجه عشان ديت انا وقعت في الاخطاء دي كتير قوي. لما تيجي تكسري بيض تعملي كيكه او تعملي اومليت ايا كان، كسرت اول واحده ربنا سترها وطلعت سليمه، الثانيه تكسريها في طبق تاني كده اهو. ايه الهدف يا مغازل؟ الهدف ان وارد ان تطلع بيضه مش مظبوطه، ما تبوظلكيش اللي قبله. زي ما انا شغال كده اهو اهو اهو، وهنخسر حاجه؟ طبق صغير او معلقه اهو، سليمه حطيها، مش سليمه ما تحطهاش، بس خلاص موضوع لطيف وجميل. ايه رايك؟ تمام، ادي البيض جاهز. هننزل نضرب المضرب بتاعنا الحلو ده كده ونخلط البيض ده كله، وانا بقلب البيض بالشكل ده كده، بنزل بشوية ثوم طازة زي الفل اهوت، ومعانا زعتر حلو، ومعانا يا عم الشيف ملح وفلفل في الفطيرة الحلوة دي كده. معايا قالب سخن طلعته من الفرن قدام حضراتكم عشان ادخل الخرشوف، هو موجود معايا على عين البوتاجاز اهو. حلو الكلام، التركية دي مهمة جدا عشان ينجح معاك. سنة فلفلة حلوة، كل دول مع بعضه، اللهم صل على النبي. نقلب دول يا عم الشيف، بصلاية ناعمة، فلفل ألوان، الأولاد بيحبوا الحاجات دي على فكرة، فلفل أخضر أحمر أصفر، إذا ما فيش لون من دول ما فيش مشكلة، ما توقفيش مكتوفة اليد وتقولي مش موجود يا حبيبي فلفل أحمر، الشيف المغازة عمل كان فيها مش حاج، مش لازم خالص، بلا الفلفل الأحمر. حلو الكلام، نقلب دول كده مع بعض. عندي المجانج أو النجانج الجميلة الحلوة دي كده، بجيب سكينة كده سريعة وأقطعها في قلبيهم بالشكل ده كده. حلو، نفتح الواحدة نصين
وبعد كده ايه نقطعها بالسكينه اهو بالشكل ده كده اهو، وناخدهم كده بايدينا اهو السكينه كده اهو، ويتحطوا مع الخليط ده. نقول الخليط ده عباره عن ايه تاني عشان حضراتكم اللي جاء متاخر؟ عباره عن بيض حطينا عليه بهارات، ملح وفلفل وشويه زعتر وشويه بابريكا، حلو الكلام، وحطينا فص ثوم ناعم، بصله ناعمه، كل دول مع بعضيهم اهو، وننزل كده نفس القصه، ومعايا قالب لسه ما خلصتش، كمان واحده معلش ادعمه، احنا ورانا حاجه، التركية جايه في الطريق، السر جاي في الطريق، معانا من الدقيق. ركزي بقى في المعلومه الحلوه دي كده عشان هتدعي لي، تدعي لي دعوه حلوه. يا الله، معانا بيكنج باودر، حلو الكلام، معانا البيكنج باودر، ننزل بيه هنا كده، ده بيكنج باودر، خلي بالك ملاحظه حاجه، نزل بيه الاخر خالص شويه دول، نقلب الخليط ده كده، مش عايزك انا اهو. ايه رايك في الصوره الحلوه دي يا فاروق؟ تحب انت الالوان الحلوه دي؟ انا عارف اي مخرج شاطر بيحب قدامي يشوف الوان حلوه. معايا زيتون احطه للامانه اهو، يلا زيتون كلمات، شلت البذور منه، وانزل بالخليط ده، هو ده، هم دول اللي هيعلوا الايه الموضوع اهو. وفي قلب الطاسه يا عم الشيف هنحط المقادير دي كلها اهو، كل المقادير دي مع بعضيها اهو. بس اعمل حاجه حلوه قوي، ايه هي؟ مكعبين من الزبده، هو هو ده هو ده هو ده هو ده، زي الفل. وننزل بالخليط ده كده، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي درجه حراره الفرن عندي كام يا ام غازي؟ 180. اللي هيقول لي دي تتحط فين في الفرن وموقعها فين في الفرن، بجد 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 هديله نصها، انا نصها وهو نصها. تيجي نقسم القمر، انا نصي وانت نص، تيجي نقسم القمر نتكلم مع النجوم. درجة حرارة الفرن عندي 180، اللهم صل على النبي، واحط مكانها الصينية الحلوة دي كده انا واضح وصريح مع حضراتكم زي ما احنا شغالين مع بعض كده على عينك يا تاجر. درجة حرارة الفرن عندي 180، بحطها هنا نجيب طبق للتقديم كده، اللهم صل على النبي، ونطلع القالب الحلو ده كده. ما اقولكش صل على الحبيب قلبك يطيب. الفطيرة بتاعتنا الحلوة اهي، هنغرفها مع بعض دلوقتي حالا. ايه رايك في الصورة الحلوة دي كده؟ نخليها هنا كده مكانها، حاضر، وبالسكينة الصغيرة نخلصها من العذاب. انا خلونا اهزر شوية كده علشان انا بحب في المطبخ كده ادندن، يعني انا لو مش على في المطبخ بحب اشغل المزيكا واسمع الفنان طبعا المطرب، قصدي العندليب عبد الحليم حافظ، والله العظيم اسمع له اغنيه اهي، طاير طاير. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ شفت الجو ده كده؟ نقطعها بالسكينه فطيره، مش عايز اقول لك الف انا وشفا. فطيره طبعا فيها الجبن، فيها كل حاجه حلوه، فيها تشكيله من الفلفل، فيها النجانج او السوسيز او الهوت دوج، المسميات بتاعته، مش عايزه تحط ده خالص، حط لحمه مفرومه زي ما انت عايزه حسب الرغبه. حلقتنا فيها تفاصيل كتيره النهارده، فيها معلومه غير معلومه، زي ما قال الشيف المغازي ان احنا حريصين كل الحرص ان احنا نعمل اكلات بسيطه وسهله، والاكلات دي كمان تكلفتها تكون قليله في متناول الجميع، ولكن واخده فكر طهوي، خبره طهويه. عملنا فطيره حلوه فيها كل العناصر الغذائيه. شفنا مع بعض ان شاء الله، ما زلنا العيد معانا ولينا مفاجآت في اجازه العيد، بنعمل حاجات بسيطه وسهله، وطبعا كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه الرؤيه والفن والابداع حتى في اجازه العيد. كل سنه وانتم طيبين. منين يا عم الشيف؟ من ماس بيرو.